السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. سمحوا لي على هذا الفيديو الصغير ونشرفكم بوجهي. انا عالم كناسية متنوع. اهلا وسهلا، عيد مبارك سعيد للجميع. نتمنى لكم ان شاء الله الرزق والتيسير والصحه والهنا وطول العمر، وان شاء الله السلم والسلام في العالم كامل. وبارك الله فيكم، وشكرا لكاع الناس اللي راهم مدعميني ومعايا. تنقول لكم شكرا بزاف من هذا المنبر، وحتى الناس اللي ما كيعرفونيش كنشرف راسي وتيشرف تنشرف بهم. وعيد مبارك سعيد للجميع، وحبكم في الله. خوتي العزاز، هذا فيديو صغير ديال نبارك لكم في العوا في العيد، وان شاء الله اللهم يسر امور الله وتقبل منا الصيام والقيام والسجود وقراءات القران. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في اي حاجه درنا في عيد ديالنا لينا جميعا. الله يصلح امورنا وامور بنياتنا ووليداتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. خوتي العزاز، ما تنساوناش من الدعاء، وعيد مبارك سعيد. وان شاء الله نتمنى الله تعالى ربي كما ربي سبحانه وتعالى جمعنا في هذا التواصل الاجتماعي. تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يجمعنا في جنة الفردوس ان شاء الله، نكونوا طائعين لله سبحانه وتعالى بدون مقابل. والله يهدينا، والله يهدي وليداتنا، والله يهدي المسلمين اجمعين، والله يرطب القلوب ما بيننا وبين اخوان اخوات المسلمين اخواننا والمسلمين اجمعين. خوتي العزاز، كما تنقول لكم اهلا وسهلا بكم في القناه ديال عالم كناسيه، وتشرفوني ونشرفكم. وها انا اليوم كنبان بوجهي كي قال هذاك، يعني وجهنا لله تعالى كما اللهم زين خلقنا، اللهم زين خلقنا كما زينتي خلقنا. احبكم في الله خوتي العزاز، وشكرا. ان شاء الله لا يلاقينا في ساعه مبروكه. بارك الله فيكم، احبكم في الله. وهو دا خوتي العزاز، كنخليكم على خير وعيدكم مبارك سعيد، والى اللقاء الى فيديو قابل ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء.